مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ لقد قمنا بتلوين الطفل في المرة السابقة، هل قمتم بالتلوين جيدا؟ أصدقاؤنا لديهم تعابير متعددة، من حزن وضحك ومتفاجئ. من فضلكم حاولوا رسم تعابير الوجه المتعددة، أيضا انظروا إلى أشكال الشعر المتعددة وأرسموا ملابس متعددة. لما لا نرسم فتاة؟ أنا جاهزة لأرسم فتاة اليوم. لذا يا أصدقائي لنذهب حالا في رحلة مع قصة اليوم. الفتى شاهد حقلا واسعا وخروفا. الخروف أراد أن يكون له صديقا يمكنه اللعب مع الفتى. الخروف شاركنا أمنياته. من فضلكم أحضروا طفلا يمكنه اللعب مع هذا الفتى. ثم الطفل ظهر حقا ونظر بتمعن. لقد كانت فتاة. الخروف والفتى والفتاة لقد استمتعوا في الحقل. لقد غنوا بروعة ورقصوا، والخروف كان بين أذرع الأطفال. شعروا أن كل شيء في هذا العالم واحد. هل سمعتم القصة؟ من الجيد أن يكون هناك صديقة للفتى، لذا دعونا نرسم الفتاة معي. نحن نحتاج لبعض الأوراق وأقلام التلوين. أرسم دائرة للوجه أولا. مربعا للرقبة. أنا سأرسم شكل الشعر. على عكس الصبي سأرسم الغرة مستديرة. تعالوا إلى جانب وجهها هكذا. لقد أصبحت فتاة بشعر متموج. وأرسم أذنتين على شكل دائرة. اليدين يتدلون من الأكتاف. ثم أرسم جسمها. الآن ثم لون وجهها باللون المشمشي أولا. من فضلكم لونوا الأذنتين والرقبة معا. بالمناسبة الشعر بني. سألون بشكل رائع. ما لون شعركم؟ الناس لديهم ألوان شعر مختلفة. و لأن لون الجلد مختلف. من فضلكم أظهروا أنفسكم بثقة كبيرة. نعم، وبما أننا نلون شعرها فهي تبدو أجمل. نعم، سألونها هكذا وسأرسم الوجه بنفس اللون. عيون مبتسمة ورموش قصيرة. من فضلكم أرسموا الأنف وفم باسم. لونوا الوجنتين الخدين بشكل جميل.
ثم سألون الجسم. ما لون الثياب التي تودون أن تقوموا بتلوينها؟ إذن أحمر. لونت بلون زهري داكن. هذه المرة سألون الذراع بنفس اللون. الآن أصبح لدي أذرع ملونة هكذا. ثم ما اللون الذي تريدونه للتلوين منتصف الجسم؟ حسناً، سألونه بالأخضر المصفر. نعم، لونت الجسم باللون الأخضر المصفر. واو، ها هي. هل هي سهلة جدا هنا؟ في المرة السابقة حاولت رسم قلب حول الصبي. سأرسم دوائر حول الفتاة. سأحاول أن أرسم دوائر متعددة كقطرات الماء. هل تتذكرون آخر مرة لونتم فيها الفواكه على الشجرة؟ كهذه الفواكه أنا أرسم كبيرة وصغيرة دوائر. املأ الورقة بالدوائر. يمكنكم أيضا رسم دوائر صغيرة في هذه. يمكن أن ترسموا في الخارج. حاولوا ملأها بدوائر متنوعة. الآن ثم استخدموا الخطوط المستديرة. حاولوا أن تشعروا بمتعة أكبر. السماء زرقاء، وغيروا اللون. هل نغير إلى الأصفر؟ نعم، عالم مستدير رائع يتم الانتهاء منه. إنه برتقالي، لذا أنا ألونها برفق. هذه أيضا بالبرتقالي. ماذا عن هذه؟ ألا تبدو ممتعة أكثر؟ نعم، إنها مكتملة. كيف كان درسكم اليوم؟ تريدون أن تفعلوا ما تريدون؟ أتمنى أنكم استطعتم أن تلونوها كما أردتم. التلوين، لا تجعلوها صعبة، ارسموها كما تحبون، لأن صور أصدقائنا غالية. لا يمكننا أن نقول لا ترسم هكذا، لا تلون هكذا. لا نستطيع قول ذلك لأحد. أنا سعيدة جدا بالتفكير بلوحاتكم الرائعة. إذن سنلتقي مجددا بابتسامة عريضة. أصدقائي الأعزاء، باي باي.